بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيزي طالب الثانوية العامة أهلا بيك. ده الفيديو الأول في اليونت 4. هنبدأ مع بعضنا كده نحل النهاردة قواعد أسئلة الكلمات، وهنشوف الكام ملاحظة اللي في الكلمات دي. عايز أقول لك على ملحوظة، إن إحنا وإحنا بنحل الجمل دي بنطلع ملحوظات منها. الملحوظات دي ممكن تفكر لوهلة كده إنها مش موجودة عندك في منهجك، لكن عايز أقول لك إن امتحان الثانية دي هيكون مختلف تماما عن كل سنة عدت قبل كده عليك. الامتحان السنة دي هيكون مختلف تماما، لأن هيكون بيقيس مدى فهمك للغة الإنجليزية الأسلوب ده، فأنت لازم تبقى أصلا فاهم الإنجليزي فعلا. وعايز أقول لك يا ريت تفهم الكلمات، ما تحفظهاش بس، يعني أعرف الكلمة دي معناها كذا وبستخدمها إمتى كده يعني. تعال نبدأ. بسم الله. السؤال الأول بيقول لي الأهرام organization is one of the country's biggest park. منظمة الأهرام دي واحدة من أكبر الإيه الكتب في مصر، أكيد من أكبر موزعي الكتب وناشري الكتب في مصر، عشان كده هنستخدم publishers. طب ليه ما ناخدش writers؟ دي writers دي اللي هم الكتاب اللي بيكتبوا الكتب، directors اللي هم المخرجين، و consumers اللي هم المستهلكين. تعالى بقى في number 2، بيقول لك the soldiers park gave a أو an description. description دي معناها وصف. Of his 4 years in enemy prison. طبعا انت عارف ان prison دي معناها سجن، ممكن نستخدم بدلا منها كلمة jail jail. المهم تعالى نكمل. وبقول لك ان الكتاب الجندي ده اعطى وصفا ايه عن السنين اللي قضاها في السجن. اكيد كونها سنوات قضاها في السجن فاكيد هي سنوات moving مؤثرة. طيب ليه ما ناخدش impressive؟ impressive دي معناها مؤثر او فعال، يعني حاجة كويسة. وتعالى بقى اقول لك في مثالين كده سريعا الفرق بين كلمة impressive وبين كلمة moving. بداية كلمة impressive دي معناها مؤثر، بمعنى ان هو غير طريقة تفكيرك في حاجة معينة، او ان هو غير رايك في حاجه معينه. حد كان انت كنت متخيل ان هو يعني انسان مش كويس وبدا يكلمك، فانت ان الكلام بتاعه كان impressive، يعني غير تصورك ناحيه الراجل ده. لكن بنستخدم moving او touching بنفس المعنى لو كان الكلام ده خلاك تعيط. يعني شوف المثال ده كده، لما اقول لك my father's words were impressive they motivated me. الكلام اللي بابا قاله لي ده حفزني، طبعا ده يبقى كلام مؤثر او فعال impressive. طيب لكن لما اقول لك my father's words were moving او touching، ده معناها ان الكلام ده made you cry، جعلك تبكي. الفيلم اللي انت سمعته امبارح وطول الليل تعيط تقول على الفيلم ده كان moving او touching. لكن الكلام اللي المدرس قاله لك في المدرسه هنقول عليه impressive. تعال نكمل الناحيه الثانيه في الاسئله. في بيقول لك the man was found after 3 days in the desert but he was very weak. لكنه كان ضعيفا. الرجل وجدوه ايه بعد 3 أيام في الصحراء لكنه كان ضعيفا، أكيد وجدوه حيا. حيا دي اللي هي alive. طب إيه missing دي؟ missing دي معناها مفقود أو تائه. الكلمة دي اسمها deceased، ما فيهاش ولا حرف من الحرفات دي، الحروف دي بينطق زي دي، معناها متوفى. والكلمة دي اسمها dead بمعنى ميت. طبعا حللنا موضوع dead وdied وكده، بس أنا عايز أفكرك إن كلمة deadly بتستخدم fatal ويا ريت تستخدمها في الباراجراف. المهم عايزين برضو نطلع شوية لحظة واحدة بس كده ناخد الفرق بين كلمة alive وبين كلمة living. الاثنين دول معناهم حي أو على قيد الحياة، عايش يعني. بس عايزين ناخد مثالين الأول كده. بص لما أقول لك we don't know whether he is alive or dead، أي مش عارفين إذا كان هو حي أم مات. لاحظ إن بعد alive ما احناش محتاجين اسم، لكن بعد كلمة living لازم نستخدم اسم. فبنقول living man، living person، living creature، لكن alive دي مش محتاجين بعدها اسم، والأمثلة هتوضح لك. he was buried alive، ولقد دفن حيا. ولاحظ كلمة alive دي كلمة واحدة، ما ينفعش نفصل الآ عن live. طيب بعد كده doctors kept the body alive، الدكاترة حافظوا على الولد، جعل الولد يعيش، يعني حافظوا عليه حيا أو حافظوا على حياته، أنقذوا حياته. طب living دي، living دي معناها حي أو عايش برضو كده، بس لازم يكون بعدها اسم، زي مثلا living things المخلوقات الحية، الأشياء الحية. زي المثال ده مثلا أقول لك the elephant is the biggest living land animal، معناها ان الفيل ده اكبر حيوان يعيش على الارض. living land animal معناها حيوان يعيش على الارض. ولما اقول لك برضه all living organisms كل المخلوقات الدقيقه، الحياه الدقيقه. طيب تعالى بقى في number 4، mount everest is for even the most experienced climbers. جبال ايفرست دي بتكون ايه بالنسبه لكل الناس، حتى للناس الخبراء اكيد. challenging، challenging دي معناها فيه تحدي، يعني معناها ان هي صعبه بالنسبه للناس دي. obligatory دي عايز تعرفها معناها اجباري. طيب وبيسفول معناها peace، السلام. peaceful معناها سلمي. وتعالى بس لحظه كده معايا بره هقول لك على ملحوظه ثانيه خفيفه سريعه. عندك كلمه mount everest دي اسم جبل، mount sinai جبل سيناء برضو اسم جبل، دي الالبس سلاسل جبال الالب.
لو انت لاحظت ان انا قلت لك ماونت سيناي من غير ذا، ما قلتش ذا ماونت سيناي، ولو قلت ذا ماونت سيناي يبقى غلط. قلت لك ماونت ايفرست من غير ذا، واقول لك ذا البس، الوحيده اللي قلت معاها ذا هي البس. تقول لي ليه؟ هقول لك لانها اتفقنا مرارا وتكرارا ان الجبال المفرد ما تاخدش ذا، الجبال لو كانت سلسله تاخد معاها ذا. طيب تعال نكمل. Many people in the crowd in the heat of the music hall while attending the famous singer's concert. ناس كتير حصل لهم ايه بسبب الزحام، حرارة يعني، اللي في in the crowd في الزحام، بسبب الحرارة اللي كانت في صالة الموسيقى. الناس حصل لهم ايه يا ترى؟ الناس دول اصبحوا fainted، يعني اغمى عليهم، فقدوا وعيهم. وعايزك تعرف ان كلمة faint بتساوي lose conscience. كلمة lose conscience يعني يفقد وعيه برضه. طيب امال ايه freeze؟ دي breeze يعني تنفس، وسليب نامه، وفيد معناها يحتضر. ولما نستخدمها مع الاوراق الشجر نقول faded معناها ذبلت. وبرضه في ملحوظه عايز اقول لك عليها هنا سريعا، تعال ناخدها. الملحوظه دي بقول لك بص على الجملتين دول كده اقراهم مع بعض. لما اقول لك we suffer from heat، نحن نعاني من heat الحراره. وبرضه لما اقول لك heat may kill us، يعني الحراره ربما تقتلنا. There is extreme heat in the room، يعني هناك حرارة شديدة في الغرفة. انت ملاحظ ان كلمة heat معناها حرارة؟ طيب امال ايه؟ طب hot، دي hot معناها حار. فلما تقولي I feel hot، انا اشعر ان الجو حار. طب يا مستر مش المفروض ان انا بقول اشعر بالحرارة اقول I feel heat؟ عارف لو قلت I feel heat تبقى مصيبة. ليه؟ لانك عارف ان feel بعدها دايما صفة. طيب مستر خد بالك، انا لو قلت لك ان I مثلا في جملة كده، لو قلت لك I feel great مثلا، great هنا في الحالة دي هنجيب بعدها دايما صفة. فعشان كده هنقول هنجيب بعدها اسم، سوري، هنقول I feel great heat، يعني أنا أشعر بحرارة عظيمة. لاحظ تاني إن feel بعدها صفة. طب لو جبنا بعد feel ظرف زي صفة تانية زي كلمة great، fantastic، أي حاجة من دي نجيب بعدها اسم. طيب الجملة الأخيرة بقى it is extremely hot، يعني الجو حار للغاية. طيب نرجع نكمل. يقول لك all the old women's limbs، يعني ايه اطراف المرأة الكبيرة السن كلهم بيحصل لهم ايه؟ and she trembled with cold، وبدأت ترتعد من شدة البرودة. اكد معناها تألمت او بدأت تتألم يعني، وبدأت ترتعد. تقيز ارتاحت، وسنيز يعطس، وريليز معناها يتصاعد، ومعناها يطلق صراح. لما يكون في دخان طالع من الشباك فتقول smoke released. طيب بعد كده the doctor gave the child medicine، خد بالك give medicine اعطى دواء، لكن لو احنا قلنا انا مريض و I should take medicine لازم اخد الدواء. والدكاتره دايما زي ما انت فاهم develop medicine بيطوروا الدواء. The child medicine to not his pain، عشان يعمل ايه في الالم يا ترى؟ عشان يخفف الالم. كلمه يخفف دي اسمها ease، ease the pain. يا ريت معاك ورقه وقلم تكتب we should cure our pain، يجب ان نعالج المنا. we should treat our pain، يجب ان نعالج المنا. طب we should find، يجب ان نجد cure for our pains، علاجا لآلامنا. وبرضه ممكن اقولها بطريقه ثانيه we should find treatment for our pains. عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان كلمه cure معناها علاج ومعناها يعالج. طب كلمه treat لوحدها كده معناها يعالج، طب الاسم منها treatment. طب في كلمه يا مستر شفتها قبل كده، كلمه heal، heal دي معناها يلتئم، بنجيب الاول قبلها الجرح، عشان كده اقول لك your pains will heal، جروحك سوف تلتئم. تعال نكمل. The mother tried to get the baby to sleep، حاولت انها تخلي ابنها ينام. He didn't sleep until 12 o'clock، ما رضيش ينام لحد الساعه 12. فهي حاولت عبثا، وعبثا زي ما انت فاهم اسمها in vain. وعايزك تاخد بالك بس من ملحوظتين كده، ان كلمه in vain دي بتساوي vainly، يعني لو احنا شلنا in vain نستخدم vainly، يعني معنى كده برضو ان كلمه لو الجمله ما فيهاش حرف الجر in فهنستخدم vainly. تعال نشوف كده. I tried to be rich but it was in vain، حاولت جاهدا ان اصبح غنيا ولكن الامر كان عبثا. لو ما انتش عايز تستخدم in vain دي كان ممكن تاخد vainly وتديك نفس المعنى. Is the small European bird، طائر صغير اوروبي، على فكره طائر صغير اوروبي دي يعرف ان هو بيتكلم لك على الريبن على طول. The poor worked hard a strong in his back، the poor worker sorry، الرجل العامل had كان عنده ايه؟ قوي في his back، في ظهره. from lifting boxes all day، لانه طول النهار بيشيل صناديق فبدا يشعر بالم اللي هي aching. My parents always tell me that it is very bad to break your mail، دائما ما اخبرني والدي انه من الخطا انك تعمل ايه، انك لا تخ انك انت تخلف وعدا وعدته للاخرين او قطعته على نفسك. عشان كده هنقول break a promise. خد بالك بقى، فريك نيك دي معناها يكسر رقبة حد،
لكن لما اقول بريك ا ريكورد معناه يحطم الرقم القياسي. ده معناه ايه؟ لو احنا مثلا في رقم قياسي مسجل ان حد غطس لمده 5 دقائق، جيت انت بقى غطست لمده 6 دقائق، فانت عملت كده، نقول يو بروك ذا ريكورد، انت حطمت الرقم القياسي. طب لو انت فشلت في تحطيمه نقول مس ذا ريكورد. سجل الكلام ده، وقف الفيديو واحده بواحده وسجل الكلام ده، مهم جدا. فهم باباه ومامته قالوا له اوعى في يوم من الايام تعمل بريكنج لبروميس انت قلته للناس عليه. طب ليه يا مستر قال ميد هنا؟ ليه مش احنا المفروض وعدا فعلته يعني او اتخذته؟ طب ليه ما نقولش هنا مثلا ديد؟ لا ما هو خد بالك انا بقول ميك ا بروميس، يعد وعدا. ماي فاذر دازنت درينك كوفي ات نايت، بابايا ما بيشربش قهوه في الليل. ات ات كيبس هيم، لانها بتسيبه طول اليوم او طول الليل اويك، تجعله يقظانا. If you would like to be a not of the club، لو انت عايز تصبح ايه للنادي، please fill in this form، املأ هذه الاستمارة. والله لو انت عايز تبقى عضو في النادي. طب client يعني زبون، member يعني عضو، person شخص، servant يعني خادم. اكيد لو عايز تبقى member، اوعى تتلخبط بين كلمة member وبين كلمة organ. organ دي اللي معناها عضو في جسم الانسان، لكن member دي اللي هي عضو في مؤسسة، في منظمة، عضو في فريق. 50 people were killed in the plane، في 50 واحد قتلوا في الطائرة بسبب ايه يعني؟ which happened in the mountains، في الذي حدث في الجبل. اكيد الطائرة دخلت في الجبل، فده بنسميه plane crash، صدام او حادث طائرة، حادث صدام طائرة. وفي هنا حاجة هكتبها لك الاول، خد بالك منها، بص معايا كده في الجملتين اللي ضفتهم لك تحت دول. لما انا عايز اقول لك ماذا يحدث عندما تاخذ هذا الدواء، هقول لك what happens when you take this medicine. وانا ليه قلت هنا what happens؟ ليه ما قلناش مثلا what happen مثلا؟ الطبيعي انك بتقول what happens لان السؤال اصلا المفروض يكون what is the thing that happens؟ ما الشيء الذي يحدث؟ وبالتالي حذفنا كل الحشو ده كده وقلنا لك what happens. وخد بالك ان احنا ما استخدمناش مع what happens فعل مساعد. وبرضه لو عايزين نستخدمها في الماضي بنقول what happens. what happened سوري، لو احنا عايزين نعملها في الماضي. وما ينفعش برضه في الماضي انك تقول لي what did happen، اكيد غلط. إذا الملحوظتين، في المضارع بنقول what happens وليس what happened، في الماضي بنقول what happened من غير فعل مساعد سواء مضارع أو ماضي. تعال نكمل بقى الصفحة اللي بعد كده. بيقول لك في رقم 15 The police asked the woman to the robbers، اللي هم اللصوص يعني، who stole the bag، الذين سرقوا الحقيبة. البوليس طلب من المرأة أن أكيد أن إيه؟ realize، تدرك، describe، تصف، know، تعرف، specialize، يخص، يتخصص. أكيد to describe. describe هنا معناها يا شباب أن تصف. وفي هنا كلمتين عايز أقول لك عليهم، بص عليهم. لو لاحظت في المثال اللي أنا كتبته لك أو القاعدة دي، بيقول لك إن steal بنجيب بعدها الشيء الذي سرقته وأخذته في يديك وجهك. من الآخر كده، لو أنت سرقت مني قلم فتقول I stole your pen، ولو أنا فتشتك هطلع إيه من جيبك؟ البن. يبقى steal بنجيب بعدها الحاجة اللي أنت مسكتها في إيدك وخدتها وجريت. طيب ايه رب بقى؟ رب دي بنجيب بعدها المكان الذي سرقت منه، يعني انت سرقت القلم بتاعي من الشنطه. فالمفروض لو انت هتعبر ممكن تعبر بالطريقتين، انت خدت في ايدك وجريت دلوقتي القلم، يبقى تقول I stole your pen. طب لو انا عايز استخدم رب في المثال ده هتقول I rubbed your bag. طب ليه في الجمله دي قلنا فيها rub your bag في الجمله دي؟ المفروض ان احنا بعد رب بنجيب الشيء الذي سرقت منه، انا سرقت القلم ده منين؟ من الشنطه، فهنقول I rubbed the bag. طب انا هقول لك على حاجه، لو واحد قابلك في الشارع وقال لك I robbed your house، هل هو خد المنزل بتاعك وجري؟ لا طبعا، robbed your house معناها ان هو سرق حاجه من البيت. وعشان كده احنا ما بنفعش نقول the thief stole the bank، لا ده احنا بنقول the thief robbed the bank. ليه؟ لان بعد rob بنجيب البنك، المكان اللي اتسرق منه. ولو انا سرقت القلم من احمد ممكن اقول لك I robbed احمد of his pen، يعني rob شخص of الشيء اللي انت سرقته. تعال نكمل كده في المثال رقم 16. بيقول لك she was determined، يعني كانت مصممة عاقلة العزم، to all of her daughters to rich men، كانت مصممة انها تزوج. كلمة يزوج اسمها marry. طب ليه ما نقولش get married؟ get married معناها يتزوج. طب marriage الزواج ذات نفسه. طب be married دي معناها ان يزوج، يعني ان يزوج. فلما يكون في بنت اسمها امل مصممة ان تتزوج من شخص غني، فنقول امل is determined to be married، يعني أمل مصممة أن تزوج من شخص غني. طيب رقم 17 the poor weather was not responsible for the crash، الطقس السيء ده هو كان مسؤول جزئيا. جزئيا دي معناها partly، اللي هي دي على فكرة partly دي معناها جزئيا، دي ظرف، وكان ممكن نستخدم مكانها partially، يعني لو هنا partially كنا استخدمناها فعل الاثنين كده هيبقوا ظرف.
لكن partial دي صفة، ولما نقول partial attack معناها هجوم ايه؟ جزئي، ولما نقول partial partial damage يعني تلف او ضرر جزئي. تعال نكمل. الجملة رقم 18 the lifeboat the sailors from the sinking boat. قارب النجاة عمل ايه في البحرين من المركب الذي كان يغرق؟ اكيد انقذهم. انقذهم دي يعني مين يا ترى؟ يعني rescued. امال ايه drown دي؟ يعني اغرقهم. killed قتلهم. hanged يعني علقهم. وتعالى بس اقول لك على ملحوظه هنا سريعا كده قبل ما ننقل من الموضوع ده. بص هنا بقى في الجمله رقم 18 دي، خد بالك انا هكتب لك الارقام علشان لو وقفت الفيديو وحبيت تنقل تبقى انت عارف بتنقل ملحوظه علشان جمله رقم 18. في كلمه سيف يا شباب معناها ينقذ، وفي كلمه اسمها ريسكيو برضو معناها ينقذ، بس ايه الفرق بين الاثنين؟ ان سيف دي زي ما انت شايف كده هي فيرب فقط يعني فعل بس، لكن كلمه ريسكيو معناها ينقذ ومعناها انقاذ يعني اسم وفعل. طب ما تشوف الامثله دي كده. لو انا قلت لك a group of people came to save me، مجموعه من الناس جاءوا لكي ينقذونني، انا عايز كلمه بمعنى ينقذ. ينقذ اهي سيف، وينقذ برضو اهي ريسكيو. خلاص كان ممكن اقول لك a group of people came to save او to rescue me، الاثنين كده صح. طب لو انا قلت لك a group of people came to my، هنا انت عايز تقول لي مجموعه من الناس جاءوا لانقاذي. انقاذ دي اسم، خلاص يبقى ما ينفعش غير انك انت عايز الناون. الناون هنا هو كلمه ريسكيو، عشان كده هتقول a group of people came to my rescue. طب معلش ما ينفعش اقول a group of people came to my save، هقول لك انت كده غلط، دي غلط تماما. طب ليه غلط؟ هقول لك غلط علشان ما ينفعش كلمه save تيجي بمعنى اسم. save دي يعني هنا كده في الجمله دي تبقى خطا، المفروض نقول a group of people came to my rescue، جاءوا لانقاذي. خلاصه الفكره ان save ينقذ، rescue ينقذ، وانقاذ اسم وفعل. I can't go out، ما ينفعش اخرج النهارده. I have got to do some for my exams، لازم اعمل ايه عشان الامتحانات بتاعتي؟ لازم اعمل revision. مستر ما هو كلمه do بيجي معاها برضه كلمه repairs، نقول do repairs. ايوه يا عم تيجي do repairs فعلا، بس لو انت عايز تقول يقوم بعمل اصلاحات. عندك ساعه بايظه فانت بتقول هو في حد هنا يا جماعه بيصلح ساعات؟ فتسال anybody here does watch repairs. طب لو انت عايز حد يصلح عربيات anybody here does car repairs. وخد بالك انا قلت لك anybody does، لان anybody دي بنجيب بعدها الفعل مفرد، خد بالك ما تنساش الكلام ده كويس، تشيك يعني افحص. وبرضه بمناسبه ريفيجن تعالى اقول لك ملحوظتين سريعا، ما تزهقش خليك معايا، خلي نفسك طويل. في رقم 19 كلمه دو ريفيجن معناها يعمل مراجعه. دو ريفيجن يعني يراجع. عايزك تفهم حاجه هنا، ان دو ريفيجن معناها يراجع، لكن لما نقول ميك ريفيجن بلان معناها يعمل خطه مراجعه. لاحظ ان انت هنا في الموضوع ده يعني معاك دو، لكن هنا معاك ميك. هقول لك ليه؟ هقول لك ليه. مع ريفيجن دايما بناخد دو ريفيجن، دو ا تيست، دو ان اكزام، دو ا سيرفي، الحاجات اللي بالورقه والقلم دي في الغالب بتاخد معاها دو. لك وبرضه بنقول دو ورك ودو هوم ورك، لكن مع كلمه بلان خطه بناخد ميك، فبنقول ميك ريفيجن بلان. انت عايز تقول يا مستر ان انا خدت هنا ميك علشان خاطر بلان؟ هقول لك اه، يعني يا مستر لو شلنا بلان دي هنقول دو؟ اه، هتبقى دو ريفيجن. تعال نكمل. وير يوجوالي ميد فروم ستونز، مصنوعه من الحجاره. تو ستوب اتاكرز، اتاكرز يا شباب المهاجمين. لو فاكر في اول وحده كانت الوحده كان اسمها رايترز اند ستوريز، وقلت لك رايترز دي اسم فاعل معناها كتاب، وقلنا يومها بلاي يلعب واسم الفاعل منها بلاير، ورايت يكتب اسم الفاعل رايتر. فاكر الكلام ده؟ ما تنساهوش. طب اتاكر دي اسم فاعل معناها بالعربي كده المهاجمين. فروم بريكن ان، عشان ان هم ما يقتحموش المكان. هي مين اللي بتبنى علشان تمنع المهاجمين من الهجوم على المكان؟ اكيد اللي هي الكاسل. الكاسل دي اللي معناها القلعه، لو انت فاكر، لو انت شاطر. قلنا كلمه اتاك معناها هجوم، وانا يومها قلت لك ان في كلمه ثانيه اسمها اسولت بمعنى هجوم، اكتبها ورايا اي اس اس اي يو ال تي، اسولت برضه معناها هجوم. فرقم 21 ذا دراي روكي از سوتابل فور بلانتنج بالم تريز، التربه الصخريه بتكون مناسبه لزراعه الاشجار النخل. وانت عارف ان تربه معناها سويل اللي هي دي، طب ليه ما ناخدش ساند؟ ساند يعني الرمل اللي في الشارع، لكن سويل تربه الزراعه. دكتورز اند نيرسز، طب معلش برضه هقول لك على ملحوظه في 21 لو جات لك في ترجمه وقال لك تعد مصر تربه خصبه لاقامه المشروعات العملاقه. بدايه يعني احنا قلنا كلمه عملاقه دي ب 70 معنى، من بينهم تريمندس، قلنا جيجانتك، قلنا هيوج، جاينت، لارج، كل ده ينفع. بس انا عايزك تاخد بالك من حته هنا، كلمه تربه خصبه هنقولها ازاي في الموضوع ده؟ هنقول a good soil او هنقول rich soil، ما تنساش دي. دكتورز اند نيرسز should learn to control their، الدكاتره والممرضات لازم يتحكموا في، اكيد يعني اكيد مشاعرهم، ايموشنز. يعني ايه يتحكم في مشاعره؟ ما ينفعش يكون انت دكتور مثلا وجاي لك مريض بيتالم من اسنانه وعمال يقول اه ويتاوه وتبقى
تدي لها دماغه وتقول له انت ده صدعتني. لا، لازم عشان تكون دكتور تكون patient، وتكون بتعرف تتحكم في الايموشنز، وتكون calm، هادئ. وخد بالك، ممكن يجي لك باراجراف يقول لك what makes a good doctor، ما هي خصائص الطبيب الناجح؟ هتقول له بقى الجمله دي، تقول له he should learn how to control his emotions. تعال نكمل. Computers and the internet have become an essential part of life. الكمبيوتر والانترنت اصبحوا جزءا في حياتنا، اكيد حياتنا الحديثه اللي هي مودرن، مش الانشنت القديمه، ولا سترينج الغريبه، ولا الاود الشاذ والغريب. While driving، اثناء القياده، your attention should be fixed، لازم انتباهك يكون محدد مثبت، on the road، على الطريق. يا ترى اهيد ولا along؟ ما انا مش هقول لك اجابه دي غير لما اقول لك الحته دي الاول، تعال عشان تحلها لوحدك. بص في جمله رقم 24 دي، كلمه اهيد يعني امام، طب كلمه along معناها بطول، طب ايه الفرق بينهم في المعنى بقى؟ تعال ناخد مثال والمعنى يوضح. لما اقول لك بص انا عايز اقول لك امشي على طول كده بطول الشاطئ وتفسح ودلع نفسك، فاقول لك walk along the beach and enjoy، يعني امشي بطول الشاطئ، ما اقولكش امشي امام الشاطئ، مش بالعقل يعني كده. وبرده ممكن اقول لك بص انا جريت بطول الشارع ده علشان اوصل للناس وما قدرتش اوصل لهم. كلمه along يا شباب معناها من نقطه لنقطه ثانيه، معناها كده. عشان كده بقول لك ايه، لما اقول لك walk along the beach يعني ابدا من هنا وانتهي باخر الشاطئ. طب لما اقول لك I ran along the street، انا مشيت بطول الشارع. طب the station is ahead of you، هنا المعنى اتغير، معناها ان المحطه، مش هينفع اقول لك المحطه بطولك، لا ده المحطه امامك. وبرده لما اقول لك في الجمله زي كده I will run ahead، سوف اجري امامك، and warn them، واحذرهم. استنى بس، انت قلت لي مره run along، وبره هنا جيت قلت لي run ahead. هقول لك يا حبيبي اللغه بتتفهم مش بتتحفظ، مش مفيش حاجه اسمها run تيجي معاها along وrun يجي معاها ahead. انت بالعربي عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك على مبدا كده، عايش حياتك عليه، ترجم تغنم، ترجم الجمله شوف انت عايز تقول ايه، هتحل كويس. انت هنا في الجمله اللي اتسهم عليها دي انا بقول لك انا جريت بطول الشارع، لكن هنا انا جريت امامك وحذرتهم، فاهم؟ فهنا انت عايز تقول امام. كمان جمله اخيره بقى في الجمله دي، we have a lot of hard work ahead. انت قلت لي ahead يعني ايه؟ مش فاكر، تعالى ما افكرك، لكن ahead يعني امام اهي. فلما تيجي تقول لي في الجمله دي كده مثلا تقول لي we have a lot of hard work ahead، يعني امامنا كثير من العمل الجاد. مستر بالمناسبه هو انا ينفع ان هنا في الجمله دي اقول we have a lot of hard works؟ اقول لك اوعى تعملها، كلمه work دي لا تجمع الا لو كان مقصود بيها اعمال ادبيه وهندسيه. طب مستر ينفع اشيل a lot of؟ اقول لك ينفع، برافو عليك، بس حط مكانها ايه؟ many يا مستر. اقول لك لا ما ينفعش نقول many work. طب ليه؟ طيب ما هو many بيجي بعدها اسم جمع، وانت قلت لي لسه حالا ما ينفعش تجمع كلمه work. طب ينفع نحط مين طيب مكان a lot of يا مستر؟ several. هقول لك يا حبيبي سيفرال اخت ميني، دول عيله واحده ما بيسيبوش بعض، ولازم بعدهم اسم جمع، تمام؟ طب استخدم مين يا عم حيرتني؟ هقول لك استخدم ماتش. طب ماتش ليه؟ ما هو كلمه ماتش بيجي بعدها اسم مفرد لا يعد، ماتش ورك، ماتش هوم ورك، ماتش هاوس ورك، وانت ماشي كده. تعالى بقى ندخل على 25. لا ما حليناش الجمله دي يا مستر، استنى. وايل درايفنج، اثناء القياده، لازم يكون انتباهك مركزا بطول ولا امامك؟ اكيد امامك. امامك يعني ايه يا سيدي؟ يعني هيد، اللي هي دي. عايز احذرك اوعى تفصل الا عن هيد، لانك لو فصلتها هيكون معناها دماغ. عشان كده اقول لك اهيد يعني دماغ واحده، لكن اهيد كلمه اهيد كده معناها بطول. وكذلك برضو لونج، خد بالك بص على الجمله اللي هكتبها لك هنا دي، بص في الجملتين دول كده عايزك تركز، انا هنا عملت ايه لوحديها في دنيا، وبعدين كلمه لونج لوحديها، لكن دي كده الكلمه ماسكه في بعضها. تفرق يا مستر معاك؟ ما تفرقش معايا، انا تفرق في المعنى. انا اي حاجه منك حلوه زي العسل، بس ركز معايا كده. لما اقول لك وي ووكت ا لونج واي، خد بالك دي معناها نحن مشينا طريق طويل. كلمه لونج دي يا مسلم اللي معناها طويل، كلمه لونج دي يا شطور يعني معناها طويل. لما تقول لي مثلا 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 رقبه طويله بتقول لونج نيك. طيب امال ايه الونج؟ الونج معناها بطول. انت ينفع تقول لي احنا مشينا along a long way، وينفع تقولها we walked along the way. ايه الفرق يعني؟ فرقت معاك ذا؟ لا بص المعنى، دي معناها نحن مشينا طريق طويل، لكن نحن هنا مشينا بطول الطريق، المعنى مختلف تماما. خد بالك الترجمه بنت لذينه، هي اللي بتحدد لك انت رايح فين وجاي منين. 25 I was going to write you an email but I decided to call. انا كنت عايز ابعت لك ايميل بصراحه، بس قلت اتصل بيك. Well, away, instead, ولا outside. اكيد instead، instead يعني ايه؟ بدلا من ذلك، يعني ايه؟ مش هي اسمها instead of يا مستر، هقول لك بص معايا لحظه واحده بس معلش. instead معناها بدلا من ذلك، اللي هو من ذلك اللي انت قلته في اول الجمله.
طب instead of معناها بدلا من ان الحاجه اللي هتعملها بعد كده. طب ما تقول لي مثال كده. بص لما تقول I decided to call، انا قررت ان اتصل بيك بدلا من instead of. of يعني بدلا من ان ايه اذهب الى هناك. طب I didn't love to go there، انا ما حبيتش اروح هناك، فقلت ان اتصل instead بدلا من ذلك، اللي هو من ذلك اللي هو موضوع انك تروح هناك. ركز في المعنى سريعا، انا قررت ان اتصل بدلا من ان اذهب، لكن دي انا لم احب ان اذهب الى هناك، لذلك قررت ان اتصل بدلا من ذلك. خد بالك ان instead ما يجيش بعدها مفعول، ما يجيش بعدها اسم. طب ما تشوف الجمله دي كده، I don't like tea، ما بحبش الشاي معلش. make me coffee، اعمل لي قهوه بدلا من ذلك، بدلا من الشاي. ونفس المعنى خد بالك لما تقول لي في جمله زي دي، في هنا ايه ناقصه؟ لما تقول لي make me coffee instead of tea، اعمل لي قهوه بدلا من الشاي، بدل ما تعمل لي الشاي. خد بالك instead of لازم يكون قبلها الطرف الاولاني وبعدها الطرف الثاني، وعايزك زي ما قلت لك مره واثنين وثلاثه ترجم تغنم، ترجم تفهم. وتشوف المثال ده كده. بس قبل ما احل معاك الجمله دي عايز اقول لك على حاجه. هو انت لما تقول لي ميك مي كافي انستيد اوف تي، انت حابب مين في الاثنين دول؟ والله اعمل لي قهوه بدل الشاي، يبقى انا بحب القهوه وما بحبش الشاي، بلاش من الشاي. طب ما تشوف المثال ده، لانك انت لو فاهم هتحل اي جمله. الراجل في الامتحان ما بيفتكسش ابدا افكار، ده هو بيجيب لك كلام انت عارفه بطريقه انت مش عارفها. هي وونتد ميت، كان عايز لحمه انستيد اوف فيش، كان عايز لحمه بدلا من السمك. يا ترى ده معناه ان هو بيحب اللحمه ولا السمك؟ اهدى كده وركز، هو طلب لحمه بدلا من السمك، انا مش عايز سمك، السمك ده وحش، يعني هو عايز ياكل ايه دلوقتي؟ ميت. اذا نستخدم من هنا في الجمله دي ميت، يبقى لما افهم كده الكلمات ما تحفظهاش. هو كان عايز لحمه بدل السمك، يعني معنى كده ان هو حب اللحمه، وكلنا بنحب اللحمه زي ما انت فاهم. I have read one of يحيى حقي's books، قرات كتابا من كتب يحيى حقي، but I can't remember the، بس انا مش فاكر العنوان بتاعه بالظبط، اكيد اللي هو مين؟ تايتل. انصحك تسمع الفيديو اللي على القناه اللي هتلاقيه باسم كلمات لازم تعرفها. هتلاقيني بوضح لك الفرق بين كلمه تايتل وبين كلمه ادرس. بس سريعا اقول لك ان كلمه ادرس دي من معناها خطاب ومعناها يخاطب، وادرس معناها عنوان البيت، لكن كلمه تايتل معناها عنوان الكتاب، وكلمه ادرس برضو معناها عنوانك على صفحه الانترنت. لما اقول لك لو سمحت اديني الادرس بتاعك على الويب سايت. طب امال سبيتش يا مستر؟ سبيتش يعني خطاب. امال تشات؟ كلام. انا وانت امبارح قعدنا بالليل نشرب قهوه، وكان بينا ايه يا ترى؟ كان بينا سبيتش ولا تشات؟ لا تشات، ما دام بنشرب قهوه يبقى تشات. طب لو الرئيس قاعد النهارده ومعاه رئيس مش عارف مين وكام دوله كده، اكيد بيعملوا ايه؟ في سبيتش، في خطاب هيقوله. تكست دي خد بالك وخليك شاطر كده، تكست معناها نص ومعناها يكتب نصا. اقول لك why didn't you text me، لماذا لم تكتب لي رساله نصيه يعني. The teacher asked us to read the first two، المدرس طلب مننا نقرا اول اثنين من الايه؟ اللي في القصيده. القصيده يا مستر قلت لي قبل كده بتكون من verses، بس الفيرس دي انت قلت لي بص عباره عن لاين ولاين ولاين، كده كام لاين؟ ثلاثة. الثلاثة لاين دول يا شاطر بيكونوا مع بعضهم حاجة بنسميها ايه؟ فيرس. يبقى الفيرس ده عبارة عن مجموعة من اللاينز. بص كده فهمني، معاك ورقة وقلم، اكتب. القصيدة مجموعة من الفيرسز، يعني فيرس زي دي وكمان فيرس وكمان فيرس يعملوا قصيدة. طب الفيرس عبارة عن ايه؟ عبارة عن لاينز، سطور أو أبيات يعني. The famous runner broke the world for the 1500 meters race، السباق العداء يعني كسر الرقم القياسي، يبقى بروك ذا وورلد ريكورد. استنى، هو جاب رقم قياسي. طب لو هو انسان مش كويس فاشل يعني ما عرفش يعمل حاجه، فنقول ميست ذا ريكورد. اوعى تنسى في اول مثال كنا بنقول بروك ذا بروميس، يعني اخلف وعده. طب ما في يا مستر بروك ذا لو، انا شفتها قبل كده. اه يا فندم، في بروك ذا لو معناها لم يلتزم بالقوانين. وعلى فكره لما تقول لواحد بريك اليج معناها مش هكسر رجلك، معناها اتمنى لك حظا سعيدا. Most wild birds build their of branches and leaves to lay their eggs. معظم الطيور البرية بتضع الايه؟ of branches and leaves. بتبني ايه بالظبط يعني عشان تعيش فيه؟ باستخدام الافرع بتاعة الشجر والاوراق. بيبني النست اللي هي العش اللي بتعيش فيه اللي بتسكنه. اوعى تلخبط نست مع نتس، نت الشبكة، وهاوس منزل وروم غرفة. وكلمة روم دي معناها برضو مجال. عارف لما اقول لك اكتب دي ورايا، يا ريت لو معاك قلم تكتب ورايا. لما اقول لك there is no room for mistake، ليس هناك مجال للخطا. ولما تقول لي بص هو انت ليه ما كلمتش احمد امبارح في الموضوع ده؟ هتروح انت قايل لي I didn't find any room، لم اجد هناك اي مجال to talk to him، لاتحدث اليه. افهم اللغه ما تحفظهاش انصحك، ويا ريت لو عندك حاجه ما انتش فاهمها في اللي انا بقوله ده كله كده اكتب لي. زمايلك طول النهار يبعتوا لي رسائل على واتساب، على الماسنجر ابعت لي رسائل، مالكش دعوه. انا لا انزعج ابدا من الطالب الذي يسال، انا احب الطالب المجتهد تماما.
فابعت لي اسئلتك وانا معاك ان شاء الله، لن اتخلى عن اي حد بيسال اي سؤال، او اكتب لي على في الكومنتس تحت. ذا اكسيدنت فيكتيم، الفيكتيم دي معناها ضحيه، ضحيه الحادثه. ووز نوت بات ستيل بريزنج، كان ايه بس لسه الحمد لله بيتنفس. وين ذا امبولانس ارايفد، لما وصلت الاسعاف الحمد لله. كان ميت، ما ينفعش اقول لك كان ميت يا راجل وبعدين بتنفس. يوزليس، ما كانش لازمه ازاي بس. طب دي كيست، فاكر كلمه ديسيست اللي جت في الاول خالص اللي كانت بتساوي كلمه ديد، اوعى تنساها. طيب الراجل ده كان ميت، طيب كان انكونشس، وانا عايزك تاخد بالك من الفكره الحلوه دي. لما نقول ووز انكونشس معناها كان فاقدا للوعي، دي كده على بعضها معناها كان ايه؟ فاقدا للوعي. دي ممكن نستخدم منها بدلا من ده كله كده، بدل ووز انكونشس ممكن نستخدم مكانها فينتد. ركز، ممكن اقول لك ذا اكسيدنت فيكتيم فينتد من غير ووز. طب ليه؟ عشان فينتد معناها اغمى عليه، فقد الوعي. لكن لما نقول ووز انكونشس على بعضها كده معناها كان فاقدا للوعي، لان دي صفه. طيب تعال نكمل. بيقول لك when his anger، عندما غضبه. had not، he sat down and talked، عندما لما غضبه حصل له ايه؟ قعد كده وبدأ يتكلم معانا ربنا يهدره نفسه. اكيد cool، cool يعني لما غضبه هدوء. وبص انا هكتب لك كام لعبه كده، بص عليه، بص على الحاجات اللي كتبتها لك هنا. دي بقى كلمه كلمه angry دي معناها غضبان، anger الغضب. hungry جوعان، طب hunger الجوع. thirsty عطشان، طب thirst العطش. بور فقير، poverty الفقر. حاجات زي كده لازم تبقى عارفها برغم انها مش موجوده في المنهج ولكن مطلوبه منك يا ريس. طيب هنا بقى بيقول لك when his hung when his anger، عندما غضبه هدؤ، هدؤ غضبه يعني قل الغضب، يعني ربنا هدره نفسه كده وهدي. طيب نكمل. my father asked me not to my money on unhealthy food، امي طلبت مني اني انا مش ألا، خد لك من النفي ده، ألا أهدر مالي، إن أنا ما بهدلش فلوسي على الطعام الغير صحي. خد بالك في نوع من الطعام اسمه جانك فود، اللي هو الطعام السريع، دايما بتيجي في قطع. طب إيه سيف دي؟ سيف يا مستر معناها يوفر، لكن دي يبدد. أنت مامتك قالت لك أوعى تبدد فلوسك على الحاجات اللي مش مفيدة. It my heart to see the child with heart problems so sick. الحاجات إنه إيه، عمل إيه في قلبك يعني إنك شفت الطفل المريض؟ أكيد broke my heart، لقد حطم قلبي يعني اثر عليا يعني. طيب خد بالك من دو فيكس وريبير، يصلح، تمام، ما تنساهاش. I think it is not easy for a young pupil to this poem however easy it is. الله، خد بالك من المصطلح ده however easy it is. فاكر شفتها فين؟ اكيد فاكر شفتها فين، فين يا ترى؟ في الاسئله اللي انا رفعتها اخر مره، اللي كانت على جروب الفيسبوك وجروب التليجرام، اللي كان بيقول لك however space، يا ترى strong she hit ولا strongly she hits ولا strong she hits؟ كان في حاجات كتير كده. ادخل على جروب التليجرام، خساره تضيع الاسئله اللي بتيجي عليه، وهتلاقيني كاتب لك ان however صفه فاعل verb to be، however easy it is. ممكن اقول برضو however ظرف فاعل فعل، اقول لك however easily he solved it او he answered the question. طب نطلع من الموضوع التاني ونرجع. اعتقد ان هو مش من السهل انك انت على الشباب يعني تو ذس بوينت ان هم يعملوا ايه في القصيده دي برغم سهولتها، اكيد ان هم بارفريز يعني هم يلخصوها. طب ما ينفعش نقول بابلش يا مستر، هو ينفع طفل ينشر كتاب هيصرف عليه منين بس يا راجل؟ ابريشيت يعني يقدر. ذا كوتش سيد هي didn't، كوتش دي زي ترينر كده، المدرب قال ان هو لن didn't have any، ليس لديه اي ايه بعد خساره المباراه. didn't have any اكيد 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 كومنتس، ما عنديش اي تعليقات. بتلاحظ كده بعد الماتش يحطوا المايكروفون على فم المدرب بس هو يعمله بايده كده يعني اي دونت هاف اني كومنتس، مش هتكلم رجال. طب كلمه لوزنج دي معناها ايه؟ خساره او فقد. في كلمه هكتبها لك اعرفها برضو، كلمه قدامك اهي، كلمه لوز دي معناها واسع. لما اقول لك ذيس تي شيرت از لوز يعني التيشيرت ده واسع خالص، خد بالك في اتنين او مش واحده بس. طيب بعد كده بيقول لك his bad habits are starting to have effect on his work. عاداته السيئة، خد بالك عاداته السيئة أصبح لها تأثير إيه على شغله؟ أكيد تأثير نيجاتيف إيجابي، سوري تأثير سلبي عشان عادات سيئة. طيب he was accepted for the job because his English was، هو تم قبوله في الوظيفة لأن اللغة الإنجليزية الخاصة به perfect. يعني ايه بيرفكت؟ معناها ممتاز. وكان ممكن اقول لك because he speaks English fluently او he speaks fluent English.
More women are getting new jobs which were for men only. بدأ النساء يحصلن على وظائف كانت في الماضي إيه للرجال فقط؟ كانت تقليديا بشكل تقليدي للرجال فقط. Aimlessly بالهدف. Deliberately منها عمدا. وبتساوي كلمة on purpose accidentally بالصدفة أو بالمصادفة. Our primary school teacher made up which we sang loudly. هو عمل لنا إيه؟ إحنا غنيناها بصوت عالي. Articles مقالات. Rhymes اللي هي القافية المكتوبة. طب notes اللي هي النوت الملحوظات يعني. Rhythms الرزمس اللي هي مقصود بها القوافي صوت القوافي يعني القافية الصوتية القوافي اللي احنا هنغنيها تاني كده كلمة رايم معناها قافية كلام مكتوب طب رزم قافية هيتغنى وهو قال لك هنا في الجملة اصلا ويسانك اذا نتكلم على مين هنا على رزم عايز انت انتبهك لحتة برضه كلمة رايم دي معناها قافية ومعناها يقفي يعني الكلمة دي بنستخدمها كفيرب وبنستخدم نفس الكلمة دي كناون طب كلمة رزم دي ناون فقط يعني معنى كده اقول لك A and B don't rhyme يعني لا يوقفون معا يعني ما فيش بينهم قافية I don't want to become to my children when I am old مش حابب ان اكون ايه لاطفالي لما اكبر لا احب ان اكون burden يعني عبئا خد بالك اسمها burden مش burden many factories were punished because of breaking their throwing their waste in the river هم بيرموا الزبالة في المياه فعشان كده هم breaking the law يعني كسروا او حطموا او تعدوا على القوانين نرجع نقول بريك ذا ريكورد يعني حطم الرقم القياسي جاب 100 بالرغم ان الرقم القياسي كان 80 بريك بروميس يعني خلف وعده وبريك ازانك يعني كسر رقبه حد ما تنساش ان كلمه ويست مقصود بها نفايات ممكن نستخدم مكانها ريفيوز ذا شيب واز سيلينج السفينه كانت بتبحر ذا ساوذرن كوست اوف استراليا وان ذا ستورم بيجان السفينه كانت بتبحر بطول ولا اهيد امام أكيد بطول فعشان كده هنقول was sailing along طيب في 43 cabbage is a kind of vegetables يعني الكرنب ده نوع من أنواع الخضروات that can be eaten التي يمكن أن تؤكل or cooked أكيد raw, wild, domestic ولا tough أكيد raw أنت بتحطه على السلطة raw يعني معناها نيء من غير ما يستوي يعني according to the law وفقا للقوانين You have to pay if you use your mobile phone while driving. لو انت استخدمت موبايلك اثناء القياده فانت لازم تدفع اكيد غرامه اللي هي فاين. امال ايه بيل دي فاتوره بعد ما تاكل في المطعم بتدفع الفاتوره اللي هي بيل. طيب امال ايه تاكس؟ تاكس دي معناها الضريبه اللي كلنا بندفعها. طب في معناها مصاريف انت داخل المدرسه فبتدفع الفيز المصاريف بتاعه المدرسه. طيب انت كل سنه كل شهر بتدفع فلوس للكهرباء والميه فعشان كده بنسميهم تاكسز الضرائب. لكن دي فاين بقى الحاجه الجميله اللي بتعملها لما تعمل حاجه غلط بتدفع على طول ايه؟ فاين فخليك شاطر كده عشان ما تدفعش فاين وبالمناسبه كلمه فاين معناها غرامه ومعناها بخير ولما نقول فاين ويذر الطقس الجميل The writer is the essay's main arguments in the final paragraph في اخر paragraph في المقال الكاتب عمل ايه اكيد summarize لخص ومنها summary خلاصه Children must be a companion الاطفال لابد ان يكون معهم ان يرافقوا به in this museum ان يكون مرافقا لهم adults البالغون بعد كده بيقول لك the word upset خد بالك upset و upset طبعا لو هي اسم وفعل طبعا النطق بيختلف المهم the word upset is an antonym to the word الكلمه دي عكس كلمه ايه دي معناها يزعج او يضايق يا ترى معناها ease يريح hard يؤذي assign يحدد a point يحدد اكيد عكسها عكس يغضب يريح اللي هي ease طيب بعد كده The word paraphrase paraphrase يعني يعيد صياغة is similar to the meaning to خد بالك في ثلاث كلمات ممكن نستخدمهم بنفس المعنى paraphrase و rephrase و restate طبعا هم الثلاثة بنفس المعنى عشان كده هناخد هنا مين يا ترى paraphrase بتساوي rephrase American English is slightly different أكيد different يا مستر ساعة ملمحة قدامي option من ثلاثة different from different to different with الله ينفع أقول different with أو احفظ دي كمان الأمريكان بيقولوا different with وممكن نقول different from in general ممكن نقول different to في بريطانيا تحديدا فعشان كده هنقول different هنا to يعني انت قدامك ثلاثة مع different from to with my mother asked me to cut the carrots بالك اسمها ايه carrots ما تقولش carrots to cut the carrots thin slices طبعا تقطعها الى يبقى cut into امال ايه cut down يا مستر انا شفتها مره مكتوبه cut down في كتاب كده اقول لك اه فعلا برافو عليك النظر لم يخنك هي فعلا في cut down لو في شجره مزروعه قدام البيت فاحنا محتاجين نقطع الشجره فعشان كده نقول we will cut the tree down طب احنا قطعنا الشجره دي محتاجين بقى نقطعها اجزاء صغيره الحجم علشان ننقلها من مكان لمكان ف
فهنقول we cut the tree into parts إلى أجزاء صغيرة. وعلى فكرة الأجزاء الصغيرة اللي في الشجرة دي بنسميها logs. عارف كلمة logs؟ اللي هي L-O-G. logs معناها كتل خشبية صغيرة. You should always these simple rules when using electrical equipment. لازم أنت دايما تعمل في القوانين دي عشان تتبع تستخدم الآلة دي. لازم تتبع اللي هي follow. follow يتبع. ومنها followers اللي هم المتبعين أو الأتباع. مستر هو كلمة refuse دي معناها إيه؟ هقول لك يرفض. بتساوي كلمة يا مستر؟ أقول لك بتساوي كلمة waste. يعني ايه بقى في الحاله دي كده؟ ريفيوز بتساوي ويست بتساوي جاربج، بنستخدمهم كلهم كده بمعنى زباله او نفايات. A broken leg won't stop me going. stop دايما معاها from. على فكره في حاجه عايز اقول لك عليها كده هتمشي معاك بنسبه 99% يعني اعرفها، ان دايما الحاجات اللي فيها منع وايقاف تاخد from. يعني stop from prevent from الحاجات اللي هي زي كده دايما تاخد معاها from. My father used to every one of us a job to do you during the holiday. بابايا كان متعود دايما انه يعمل لنا ايه في الوظائف اثناء الاجازه، فطبعا كان بيوزع علينا وظائف، يعني كان يعطي كل شخص مهمه تانية يقوم بها اللي هي give a job. امال ايه هاير دي؟ هاير دي يا باشا ليها معنيين اثنين عايزك تعرفهم، هما الاثنين انت عارف منهم واحد. الاولاني اللي هو معناها يستاجر، كلمه هاير معناها يستاجر، كتبتها لك. اري هاير معناها يستاجر. We would like to hire a car to take to Cairo. محتاجين نستاجر سياره ياخذها للقاهره. لكن هاير دي برضو معناها يوظف، بتساوي employee. لما تكون رايح تقدم على وظيفة فالراجل صاحب الشغل يقول لك why should we hire you، هو احنا ليه ممكن نوظفك انت؟ وعشان كده يقول لك the company will hire two people، الشركة سوف توظف اثنين من الاشخاص. يعني ممكن نقول will hire two people، ممكن اقول لك will employ two people. طيب نبدأ بعد كده في السؤال اللي بعدها. not is someone who produces books. الشخص اللي بينتج كتب من غير ما تكمل، اللي بينتج كتب ده مستر، هو الببلشر الناشر سواء شخص او جهة. some people keep on destroying، keep on يعني يستمرون في destroying the environment، تدمير البيئة. by throwing factory عن طريق ان هم بيلقوا الفاكتوري. ايه يا ترى الفاكتوري؟ نفايات المصانع اللي اسمها factory waste. امال ايه؟ ما هي دي waste برضه. waste دي معناها خسر الانسان. طيب بعد كده we ran to the station but it was، احنا جرينا للمحطة ولكن الموضوع كان كله عبثا. فاكر عبثا يعني ايه؟ انا عارفك انت عارف معنيين اثنين، اما ان انا اقول يا مستر vainly او ان اقول in vain. في فينا فين، واخد بالك؟ فعشان كده انت محتاج in vain. I think he is you can talk to him. اعتقد ان هو ايه، انت ممكن تفضل تكلمه دلوقتي، اكيد هو صاحي يقظان، he is awake. طيب she finds small working with handicapped. handicapped يا شباب معناها المعاقين زي نظام disabled. children الاطفال المعاقين and rewarding. هي تعتقد ان العمل مع المعاقين ده شغل مجز واكيد مجز وchallenging ومليء بالتحدي. خد بالك complicated و complex دول اتنين معناها معقد، وطف معناها شديد يعني ايه خشن. ولما تقول طف way يعني طريقة فظة. take these pills خد معاك، خد الدواء ده كده حبوب الدواء. انت قلت لي كلمة بيلدي قبل كده يا مستر، قلتها لك بس مش بيلدي. بيل التانية كانت البي فور بوك اللي هي كده، فاكر؟ اللي كانت بي اي ال ال اللي هي الفاتورة. لكن take these pills خد الحبوب دي، حبوب الدواء يعني، زي will your pain ستريحك ستخفف آلامك، زي will ease your pain. طب مستر هو لو قال لي your pain will not، اكيد هتكون your pain will heal، سوف يلتئم الالم. no one is useless in this world. الجمله دي مهمه جدا ومعناها كده لطيف ومحترم. لا احد في هذه الحياه بلا فائده. in this world في هذه الحياه. as long as he lightens ما دام يخفف، اكيد ايه هيخفف ايه؟ انا حافظها اصلا بالعربي، يخفف اعباء الاخرين، اسمها lightens burdens. مستر ايه lightens دي؟ جبتها منين؟ هقول لك كلمة light يخفف، light سوري معناها خفيف. طب lighten يخفف، هكتبهم لك معلش كلمتهم. light يعني خفيف، طب lighten يخفف. narrow ضيق، طب narrow يضيق. wide واسع، widen يوسع. لو انت شاطر اكيد فاكر ان احنا خدنا قبل كده كلمة wide واسع، وكلمة تانية بتسويها برضو معناها واسع كلمة broad. ولما قلنا برضو wide واسع، widen يوسع، broad واسع، broaden يوسع. وقف الفيديو واكتب الكلام ده لانك هتندم عليه في يوم من الايام هتحتاجه. اكتبوا كده الكلام ده جاي لك اهو، اكتبوا. طيب برضو كان في كلمه تانية، كان كلمه spacious. لو انت بتحل الامتحانات هتلاقي في القطع كلمه spacious دي. spacious دي معناها برضو واسع، ممكن نستخدم مكانها wide او large. طيب فاحنا قلنا هنا burdens. وبكده يا شباب نكون حلينا 60 جمله. لاحظ ان هم اصلا 60 جمله، بس انت ركزت كده هتلاقي نفسك خدت تقريبا 120 جمله، لان كل جمله بنحللها ونفصصها ونطلع اللي فيها. اتمنى ان الفيديو ده يكون قدم لك معلومه جديده، واتمنى انك ما تبخلش تعمل لايك على الفيديو، لان الفيديو ده لما تعمل عليه لايك بينتشر اكتر بين زمايلك، وبتنفع زمايلك كن رسولا
انشر علما، خلي دايما شعارك في الحياة دي في الثانية دي بالذات عافر، حلمك يستاهل، العاقبة للمعافرين، ما توقفش ما تحبطش، ابدأ اهتم. حتى لو ما ذاكرت لحد النهاردة ابدأ ذاكر، انصحك دايما انك تذاكر. لو عندك اي سؤال في الانجليش ما تتبخلش بيه انك تسأله وانا هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر هيثم كمال.